عندما نجي ندرس موضوع السلطة بالعالم العربي، ماذا نجد؟ نجد أنه أن النبي والإله الخاص بالنبي ومن ينوب عن النبي، والآن ما شاء الله عندنا وكلاء النبي موجودين، بعضهم لا بالعكس، ولاية الفقيه هي أعلى من النبوة، هو هذا الذي يتحكم بكل شيء، وأن ما تعتقده الجماعة طبعا وفقا لحاجاتها وظروفها هذا لا قيمة له. أطيع ماذا؟ أطيع ماهم؟ من نحن حتى نطيع؟ أولا أول ما أحدد هويتي حتى أطيعك، وليش أطيعك أصلا؟ ومن تكون أنت حتى أطيعك؟ وحتى الله نفسه، من هو الله؟ أعطيني صفاته، من هو الرسول؟ هل هو موجود؟ وهل هو هذا الرسول نفسه الذي أنتم تتحدثون عنه؟ فأنت عندما تجي تراقب أنه شوف أنه الآن المجتمعات لم تعد تعمل وفق مفهوم الضبط الاجتماعي القديم الكلاسيكي. يعني السياسة بالنسبة للعالم العربي هي سياسة الحمير، سياسة البغال والجياد، وليست هي مجال للعمل ذات الحر. اصلا انا اعتبره يعني اضحك من يقول هذا السياسي، يعني هذا واحد يسوق الحمير صراحه. فانا شنو سياسته؟ يعني ما يعني لا نحتاج سياسيين، لا، لانه ما عندنا حمير، ليش نصنع حمير؟ انت عندما يكون لدينا سياسي معناته يجب ان نصنع الحمير. كيف تؤلف مجتمع وانت تعتبر هنالك اثنان، اما كافر او كيف؟ كيف لا يمكن صناعه مجتمع؟ يعني انت من اللحظه الاولى، والمسلم نفسه هو مستسلم، اكو هناك مسلم وكافر، لا، هو المسلم نفسه يجب ان يكون مستسلم. لابد ان نعترف باننا مجتمعات لا تنطبق عليها حتى مفهوم السلطه لدى فوكو، بل حتى مفهوم العقد الاجتماعي، لاننا اصلا لا ليست لدينا قدره على ان نؤلف مجتمع. ما هو الفرق في منظور الفلاسفه لموضوعات السلطه؟ ماذا يقول فوكو عن مفهومه للسلطه؟ وما الجديد الذي اتى به والذي غير الكثير من ما هو معروف عن هذا المفهوم الخطير والمهم جدا في حياة جميع البشر؟ كانت المفاهيم السائدة ماركس للسلطة، وأيضا مفهوم هوبز، مفهوم جون لوك، وأيضا مفهوم جان جاك روسو، خاصة فيما يتعلق بالعقد الاجتماعي. هذه المفاهيم بأكملها أتى فوكو وقلب الطاولة عليها جميعا، وبدأ الموضوع لا يتعلق بموضوعات الربط والضبط الاجتماعي، إنما قدم منظورا وتصورا جديدا على اختلاف كبير، وما زالت المناقشات تدور حول هذا المفهوم الجديد وتداخلاته، وأيضا صعوبة فهمه وتوضيحه للطلبة ولجميع الدارسين. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. كيف قلب فوكو المعادلة؟ كان تحليل ميشيل فوكو ردا على النظرية الماركسية التي حصرت السلطة في بنيتين، بنية فوقية وبنية تحتية، ورأى بأن البنية الفوقية هي انعكاس للبنية التحتية المتمثلة بالاقتصاد. ماذا فعل فوكو؟ فوكو أتى وقلب المعادلة، أو بعبارة أصح خلطها، فوضع السلطة على العكس في الأسفل، حيث تكون قوة الذوات الاجتماعية الحيوية التي تفعل فعلها مع الجميع، فبالتالي هؤلاء يصبحون جميعا جزءا من ما إنتاج السلطة، وهذا اللي يعقد طبيعة السلطة في خاصة في طبيعة في المجتمعات الغربية المعاصرة. حتى نأخذ نظرة تاريخية على الموضوع، نشوف أنه تجسد السلطة على شكل عقد اجتماعي هذا الموضوع انتهى، وخاصة يعني إذا راجعنا نظريات العقد الاجتماعي لهوبز ولوك وبوفندروف وأيضا جان جاك روس، ولا أيضا نموذج السلطة لدى ماركس الذي اعتبر أنها مسألة تحتكرها الدولة، ولا أيضا مسألة السلطة اللي يتم اختزالها في البنية الأيديولوجية الفوقية، هاي اللي تحدث عنها غرامشي، ولا أيضا السلطة أنه اللي تعبر عن نفسها أو تبث قواها عن طريق الأجهزة القمعية حسب التوسع. أيضا هنالك نموذج حالة التوافق والتواصل اللي يتحدث عنها هابرماس، ولا أيضا هي تجسيد للعدالة، وكثير من النماذج السلطوية الكثيرة. فوكو يقول لا، الموضوع ليس هذه، يعني لا ينطلق إلى لا يحدد بالضبط موضوعة السلطة ومفهوم السلطة في اتجاه محدد أو في إطار محدد مفهوم محدد، إنما يتركها هكذا في حالة سيولة دائمة، بحيث يصعب أن يتم حصرها في آليات ومعايير محددة. وهاي المشكلة اللي تواجه كثيرين في عندما يحاولون فهم لغة فوكو ووجهة نظر فوكو،
لأنهم مهيئين سلفا أو متعودين عبر تاريخ طويل على أنهم يحددون المفاهيم والأفكار في جهة محددة أو في جهة محددة، وبعد ذلك يسقطون أفكارهم ويستطيعون فهم ما يقول ما يقوله أي مفكر أو أو يتعاملون مع أي قضية. أنا هاي أسميها مفهوم الثابت عندي، وهذا المفهوم الثابت التثبيت لا يستطيع أن يفكر بطريقة متسلسلة أو متساوقة إن لم يبدأ من نقطة ارتكاز أو نقطة تثبيت أساسية، فبالتالي يعاني من هذه المسألة. وهذه المسألة أنا عندي بنظريتي أقول بأنها مسألة لا إرادية وموجودة ضمن طبيعة الإنسان بل طبيعة كل كائن حي، هذا بحثها آخر. لكن هذه الفكرة نفسها اللي خلينا دائما ما نفهم فوكو خاصة بلغة الصعبة، وهو كما قلت هو يتعامل مع الموضوع بدون أن يثبت أشياء، لا يترك أشياء ثابتة في مكان محدد. وهذا البشرية بأكملها وطبيعة الإنسان وطريقته بالتفكير وطريقته بالعمل وبالنظر وبكل شيء بطريقة تثبيتية، فهذا اللي يخلي يسبب صعوبة. وهي مسألة مهمة يجب أن يلاحظها كل من يحاول أن يقرأ فوكو. طبعا اكتشفتها بعد معاناة، أنا لم أكتشفها بسهولة. هناك تناظر بين ميشيل فوكو وغرامشي. الأخير ماذا فعل؟ الأخير اعتبر بأن السلطة هي ضوء يغمر الجانب الأسفل لكن منطلقا من الأعلى، وهذا الضوء يبدي يأثر على كل العلاقات الاجتماعية. وهذا طبعا إذا قارناه مع ما قال فايبر هو عكسه تماما. فايبر قال أو عرف السلطة بأنها وأيضا السياسة بأنها موجودة في الكل الاجتماعي وليس في ساحة الدولة فقط. الفرق طبعا صار عندنا ثلاثة، يعني غرامشي وفوكو وفايبر. الفرق بيناتهم ما هي الفروقات بالتحديد؟ غرامشي ركز على أدوات الهيمنة الثقافية والمادية، هاي المسألة المشهور بها غرامشي، فقال بأن هاي أدوات الهيمنة والمادية والثقافية اللي تستخدمها السلطة في عملية الضبط هي هاي المسألة الأساسية. أي معنى معاني كان اهتمامه تنازلي، وكان اهتمامه في معرفة كيف تنبثق الهيمنة من الأعلى نحو الأسفل أو إلى الأسفل. فايبر تصرف بطريقة معاكسة، كان مهتم بكيفية وصول الذوات أو الجماعات إلى السلطة والمشاركة فيها. معنى هذا أنه هناك جماعات كلها تحاول أن توصل إلى كرسي الحكم أو السلطة، وبعد ذلك تبدأ ببث ما يعني غرامشي انطلق من جهة العليا وبعد ذلك أتى إلى الأسفل. فوكو ماذا فعل؟ فوكو لا أهمل هذه العملية بأكملها، وما كان تركيزه على أساليب الوصول إلى السلطة ولا سواء الصعود إلها أو الهبوط أو هبوط ممارساتها إلى الأسفل. لا، هو أيضا ما اهتم بأيديولوجية الهيمنة اللي يتحدث عنها غرامشي، هو مهتم فقط في كيفية تحول السلطة إلى وظيفة عضوية حيوية يشارك فيها الجميع. وهذا طبعا ما راح يحصل إلا إذا كانت الدولة والمجتمع متطورين في كافة مناحي الحياة، وهذا اللي ينطي فوكو طابع المعاصرة للأحداث والواقع الحياة المعقد الذي يعيشه البشر حاليا. فلم يعد الأمر يتعلق بقضايا الضبط والربط والمراقبة والمعاقبة القديمة، وهذا راح نتحدث عنه بعد شوية. هنا راح تصير عندنا إشكالية. إشكالية ما هي؟ أن كيف لنا أن نربط نظرية المعرفة والأبستمولوجيا يعني مع مسائل التي تتولد عن هذا عن هذا المنظور. في حلقة سابقة تحدثت عن موضوع أنه التعريف فوكو للمعرفة، وقال بأن المعرفة هي القوة، وطبعا كما قلت في وقتها أنه المعرفة لا يقصد بها المعرفة بحد ذاتها، يقصد المعرفة عندما تنخرط في سياق السلطة وتتحول إلى شيء يدخل في عالم السياسة والتحكم بالآخرين. أي أن المعرفة بحد ذاتها تصبح هي القوة، والقوة تصبح هي المعرفة. العملية فيها تصير انعكاسية، وشرحتها تفصيل شوية أكثر في الحلقة السابقة عن فوكو. بالتالي هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن العلم والمعرفة باعتبار أنه قلنا بأنه الآن المجتمع والدولة متطورين جدا، وأن مفهوم السلطة تحول إلى وظيفة عضوية يشارك فيها الجميع، فبالتالي العلم والمعرفة أصبح هما آلة أو جزء من خطاب السلطة وآليات عملها. هذا العلم والمعرفة أيضا من هنا
راح ينتجون ان اجسام طيعه وعقول خاضعه بتعبير فوكو، معنى كما قلت انهما ان الناس والمجتمع باكمل افراد المجتمع وعقول المجتمع هم ايضا يصبحون جزء من خطاب السلطه واليات عملها، وهذا بالتالي يحتم علينا ان نفكر بان نتامل كيف يمكن ان تكون نظريه المعرفه مساله حاسمه الى حد بعيد لحاسمه في مصير اي مجتمع واي دوله معاصره، وليس حديثه فقط طبعا، الحديث هو مسألة أخرى. بالمقارنة حتى نجي إحنا نشوف موضوع الإسلام كدين، عندما نجي ندرس موضوع السلطة بالعالم العربي، في العالم العربي الإسلامي أو الإسلامي عموما، هو ماذا نجد؟ نجد أنه أن الجماعة بالمفهوم الإسلامي أو الملة يعني بتعبير الفارابي واللي اشتغل عليه فتح المسكين أيضا، ما هذا أو الأمة، هذه ليست هي مصدر الأخلاق، إنما السلطة هي مصدر الأخلاق، أي أن النبي والإله الخاص بالنبي هو هذا الذي يتحكم بكل شيء، وأن ما تعتقده الجماعة طبعا وفقا لحاجاتها وظروفها هذا لا قيمة له، يعني أن السلطة هي اللي عبر عنها من النبي والإله الخاص بالنبي ومن ينوب عن النبي، والآن ما شاء الله عندنا وكلاء النبي موجودين، بعضهم لا بالعكس، ولاية الفقيه هي أعلى من النبوة، والولي الفقيه أعلى من النبوة، وأحيانا يكون في مصاف الإله، وهذا الحاصل فعلا حتى عند الشيوخ السنة، إذا عندما يعني عمليا ندرس وضعهم ونعرف بأنهم لا يمكن أن يمسهم أي أحد بأي شكل من أشكال، وخاصة يعني الناس تعبدهم لأنهم لا يعرفون لا نبي ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الإسلام إلا من خلال كبار رجال الدين. بالتالي فإن كما قلت أن الجماعة ليست هي مصدر الأخلاق، إنما سلطة النبي والحاكم، وبالتالي أيضا أن ما تعتقده هاي أفراد الجماعة ما يعتقدونه وما يحتاجونه وحقوقهم، هاي مفهوم الحديث ما لهم علاقة بأي بهذه المسألة، هم حاجاتهم ظروفهم مسألة ليست ذات شأن وليست في مصاف القضايا الرئيسية. بالمحصلة هؤلاء واجبهم الوحيد الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة، أو بعبارة أدق ما دام نتحدث عن موضوع السلطة والأخلاق، عليهم أن يتبعوا أخلاق الحاكم أو الإمام أو النبي، وهو طبعا متشرب بالثقافة العربية الإسلامية، هو الدين الإسلامي هو يجسد هذه الثقافة، ولأنه لم يظهر فجأة من أو نزل من السماء رأسا وشربنا حباية وصرنا مسلمين وانتشرت الثقافة الإسلامية، لا هي مو كبسولة لا، مئات من السنين تماخذت الأمور ووصلت إلى ما هي عليه، ولها علاقة بالبيئة وبالتاريخ المنطقة وشعوبها ويعني التداخلات التاريخية والصراعات الكثيرة التي دارت، طبعا هذا كله يخلق لنا إشكاليات أخلاقية. عندما نجي على شعرة نجد لديهم نظرية الأمر الإلهي، هذه شنو النظرية هاي؟ تقول باختصار أن هنالك إله، وهذا الإله لا يمكن أن يكون ظالم، لماذا؟ لأنه هو وحده اللي يقرر ماهية الخير والشر، أنه الخير والشر مسألة لا تعني لا يعنى بها الإنسان، إنما يعنى بها الإله وحده، وهذا بالتالي هذا الإله هو اللي يقرر ما هو الخير وما هو الشر، أيننا لا ندرك ولا نعرف ما هو الخير والشر، هو بالتالي الله الذي يقضي هذا الأمر أو يفصل بين الأمرين، وبالتالي يستحيل وقوع الشر أو الظلم من الله، يعني سووا لعبة بحيث يمنحون شرعية للسلطان أو للحاكم أو للسلطة أو للدولة أو الإله، هي بالعبارة البديلة، أو الله هو دائما على حق. هناك مقولة سقراط يقول بها أن الأوامر التي تأمر بها الآلهة هل هي حسنة أو جيدة لأن الآلهة أمرت بها، أم أن الآلهة أمرت بها لأنها حسنة أو جيدة؟ معنى أنه أنت الإله يأمر شيء أمر أمرا ما، فهل هو أمر بهذا الشيء لأنه جيد، أم لأنها الآلهة هي بحد ذاتها هي التي أمرت بهذا الشيء؟ هنا يصبح مسألة اختيار الإله لما هو خير أو شر حسب الأشعري، هو إما لسبب اعتباطي أو لسبب موضوعي مستقل عن ذات الإله نفسه، يعني لو قلنا اختيار الإله للخير أو الشر أو التفرقة الإلهية للخير والشر هي مسألة عبثية، فهذا يعني بأن الإله غير عادل ولا رحيم، بالتالي ماكو لا حاجة لأن نمدحه أو ندعوه إن فعل شيئا عابثا. أما إذا
إذا كان القرار الذي يتخذه الإله موضوعي فهذا بالضرورة لا علاقة لله به، ما علاقته، لأنه موضوعي ما يحتاج إلى حتى يتم تنفيذه، أي أنه معقول فقط. وهذا يعني هذا بالضبط هو اللي يفعل يعني غير المؤمن غير المتدين، هو يفعل هذا الشيء، يعني هو موضوعيا يسوي الأشياء بالطريقة الأخلاقية اللي يشوفها موضوعية وينتهي القضية، يصير المتدين وغير المتدين سواء. وهذا هاي يعني حجة تبطل فكرة الأشاعرة، لكنهم كالعادة هي فكرة واضحة تبرير قرارات الدولة والسلطة الحاكمة. قد يقول البعض يعني مثلا المتدينين أو غير المتدينين، الحاكم غير المتدين أصدر قرارات شريرة مثل قرارات جنكيز خان مثلا أو ستالين أو يعني حتى أبو العباس السفاح أو قرارات هتلر، وهؤلاء أصدروا قرارات ماتوا بسبب الملايين، لكن يعني مسألة ما لها علاقة بالتدين أو غير تدين. أكو هنالك أيضا متدينين فعلوا ما يشبه هذا، بل أسوأ في وحشيته، فضلا عن أنه لا يمكن مقارنة بين أمرين، لأن هؤلاء ارتكبوا مجازر وأخطاء ليس بسبب أنهم غير متدينين، يعني لم يقولوا إحنا غير متدينين وفعلنا هذا الشيء، إنما هم فعلوه لأسباب أخرى لا علاقة لها بثنائية الدين أو اللادين. والآن ما هو حال السلطة عربيا بمنظور وفقا ما تقدم لمفهوم السلطة تاريخيا؟ كما نرى الآن حاليا هنالك انشطار هائل بين المجتمع العربي، إن صح تسمية المجتمع العربي، والأنظمة الحاكمة. وهذا الانشطار سببه هو أهم هذه السلطة أو الأنظمة الحاكمة تقريبا الوحيد في فرض عمليات الضبط الاجتماعي، وهذا مسألة هي أساسية جدا لديها، هذه الطريقة هي التي سمحت لها بأن تستمر. وهذا أيضا بالمناسبة أسلوب ليس بالجديد، إنما أسلوب موروث من أيام الرسول أيام حكمه للمدينة أو يثرب في زمن، تأكيد هو انعكاس للاستبداد الديني والسياسي أو ما يسمى بالاستبداد الشرقي بتعبير ماركس رحمه الله. هذا اللي أدى بالتالي إلى أن تخرج لدينا أيديولوجيات خاصة تترافق مع عمليات الكراه، والدين الإسلامي كان هو نموذج لهذه الأيديولوجية. معنى المعاني أن الدين الإسلامي هو دين تم إخراجه من رحم الحكام وليس من رحم المجتمع وحاجاته وأخلاقه، وهذا اللي لاحظناه بالشدة خاصة في الأربعين سنة التي مضت، لاحظنا كيف عندما تم إطلاق صراحة الأئمة والشيوخ إغراق المجتمع بالأفكار القديمة الدينية وحجبوا الناس وأرعادوا الناس إلى قرون إلى مضت، نجحوا في تدمير المجتمعات بشكل هائل، ونجحوا في نشر هذه الثقافة الدينية الجديدة، بحيث الآن مجرد واحد أنا في قناتي وعشرات من أمثالي ممن يفكرون بطريقة مستقلة، مجرد أن تقول شيء يخرج عليك العشرات أو المئات محتجين صارخين أنتم كفرة أنتم ملحدين أنتم كذا أنتم كذا، وكأن لا حق لأحد أن يفكر. وهذا سببها الأيديولوجيات اللي تم ضخها بين الناس. كيف الحال إذا قارنا ما حدث بأيام الرسول وبعد ذلك حتى الدولة العباسية ولفترة استمرت 4 قرون؟ تخيلوا حجم الضغط على الناس وكيف تم تغيير وغسل العقول وتنشيفها، بل مسحها تماما، وأتت الدولة العثمانية ومسحت ما تبقى. بالتالي علينا أن نتخيل ما حصل بالمقارنة مع 40 سنة الماضية، كيف الشارع أصبح شارع مليء بالحجاب. لا مشكلة بالحجاب، لكن الحجاب هو إشارة إلى حجم هيمنة السلطة على واقع الناس وحياتهم وبالتالي عقولهم. والآن ما علاقة فوكو مفهوم السلطة لدى فوكو مفهوم السلطة لدى العالم العربي الإسلامي أو السلطة العربية الإسلامية أو الحكم العربي الإسلامي؟ الفرق بأنه فوكو اعتمد في مفهومه على وجود ذوات حرة، مجتمع مفتوح ومجتمع متنوع على درجة من التعقيد وليس على ذوات مقموعة. فبالتالي الموضوع السلطة نقدر نستكشف كيف ينظر الحاكم العربي ورجل الدين المسلم والعربي إلى الرعية، فما زلنا احنا حفنة رعاية يجب تزجينهم وترويضهم، يجب وضعهم في حظيرة الدين كما توضع الأغنام والماشية،
وهؤلاء يجب أن نكون أوصياء عليهم لأنهم غير قادرين على أن يكونوا مؤهلين لأن يفكروا وأن يعقلوا وأن يمارسوا حياتهم أو يبتكروا شخصياتهم بشكل حر ومستقل. هذا الصورة التي نجد كثيرين أو بالملايين الآن عندما مجرد أن تفكر رأساً يقفز في وجهك وكأنك أحدثت شيئاً إمرة وسبيت العنب الأسود مثلاً، فأنت لا يجوز أن تفكر. لماذا تفكر؟ من سمح لك أن تفكر؟ فهؤلاء تعودوا لأن هو منذ طفولته يصحو على صوت الأذان، يصحو على صوت رجل الدين الذي متحالف أو هو رسول الحاكم ويلقن الجميع على هذه القضية. بالمعنى هذا يصبح الإسلام غير سابق على الدين، على الحكم. لا، الحكم والسلطة هي اللي سبقت الدين. حتى إذا جينا على آيات القرآن الكريم وأطيعوا الله ورسوله وما جاءكم الرسول فخذوه وما وهكذا، هذه الآيات كلها ما كل معناها حاولوا المسلمين في زمن البعثة فهمها، لكن في فترة لاحقة أصبحت مسألة حاسمة ولا تناقش، يعني ولا حتى أن يأتي واحد ويقول أريد نفهم لماذا أطيع الله ورسوله، ما الحاجة لإطاعة الله ورسوله، أو ما هو الحكمة المعرفية، أو ما هي المعارف التي سأنالها لو أطعت الله ورسوله، ثم كيف أطيعهم وفي ماذا أطيعهم. فأسئلة كثيرة يجب أن توضع محط النظر، أما أن هكذا تقل بدون اتفاق بدون فحص وتدقيق وتحليل وتركيب وتفكيك أطيعوا ماذا أطيعوا ماهم، من نحن حتى نطيع؟ أول مرة حدد هويتك حتى أطيعك، وليش أطيعك أصلا، ومن تكون أنت حتى أطيعك، وحتى الله نفسه من هو الله، أعطيني صفاته، من هو الرسول، هل هو موجود، وهل هو هذا الرسول نفسه الذي أنتم تتحدثون عنه. أسئلة كثيرة، فهذه كلها مسائل يجب أن تكون محط نظر. الأمر اللي لازم أضيف شيء، الإسلام وفقا لهذا الصورة اللي يعني مع احترامنا للدين اللي في النفوس، أنا ما له علاقة، أنا أتحدث نضع كل شيء على الطاولة ونناقشه وحق الرد مكفول، وأيضا أنا حق الرد أنا نفسي ممكن أغير رأيي بعد فترة، يعني ما عندي مشكلة على الإطلاق، المهم إحنا نفهم ما يجري. الإسلام بهذا المعنى دين بأركانه هو موجود لكي يطبق إرادة الحكام وينفذ حاجاتهم ويلبي رغباتهم، وهؤلاء بالتالي تشوفهم هم الآن يشرفون على هذا الإسلام وهذا الدين وبالتحالف مع سياسيين وعساكر وقوى أمنية وفقهاء طبعا. والغاية هي خلينا احنا ما نريد ننتقد، احنا الآن نصف فقط، هي ليست مسألة نقد الآن ولا توبيخ ولا لا، احنا نصف ما نحن عليه فقط المسألة التقييم، وهذا مسألة أخرى احنا ما لنا علاقة بهذا الموضوع. ممكن أنا مرات تطلع من عندي كلمات أحتج على بعض الأشياء، لكن الفكرة الأساسية هي تقدم الصورة لما نحن عليه. الغاية من كل هذا العمل اللي يقدموا هؤلاء بالخطاب السلطة الإسلامي هو الضبط الاجتماعي، ولكن هذا الضبط الاجتماعي كما نعرف هو ضبط شديد القسوة ويمارس مفاهيم بالية وقديمة جدا مثل مفهوم العدل واللي هو يختلف عن العدالة، واللي أدت مشكلة بالتفريق بينهما عليه، يعني ممكن يسوي سيرش ويفهم المعنى والفرق بين الاثنين، الفرق الهائل. فبالتالي هذا الضبط الاجتماعي كله قائم على حكم الخلافة المحمدية التي توارثها من يتوارثها وتلاقفها، يعني مو تلاقفها بني أمية أو بني هاشم، فبالعكس تلاقفها كثير من بني يعرب. النقطة المهمة الآن بعد كل هذا، ما هي كانت نتيجة هذا الإسلام وهذه السلطة التي أو فريضة الطاعة؟ بالحقيقة هو الإسلام هو فريضة الطاعة، هو الإسلام هو الاستسلام، إن هناك راعي ورعية، فهذه الفريضة التي فرضت على الجميع وتمخضت عنها فرائض فرعية، منها بدت فرائض جديدة من أتى الحجاب، يعني فريضة جديدة هاي عمرها ما لا يتجاوز 40 أو 50 سنة بالكثير، الفريضة لم تكن موجودة في الإسلام لكن بهذا الصورة قصدي. فهذه الفريضة الأساسية التي استمرت وما زالت تمارس هيمنتها الاستبدادية القمعية، ما هي نتيجتها؟ ما الذي أنتجته للناس هذه الفريضة أو هذه السلطة؟ حتى نرجع لمفهوم السلطة، ما لم تنتج شيء، ما أنتجت إلا مجتمع مقموع
دائما هذه السلطه تستمد قوتها وغذائها من هذا المجتمع المقموع والمسحوق. ووظيفه هذا المجتمع او اذا صحت كلمه مجتمع او الرعيه فقط ان يغذي ان يديم تغذيه الحكام من اجل ديمومه سلطتهم. وهؤلاء بدورهم يمارسون كل ما له علاقه بمسائل الضبط الاجتماعي والاكراه الاجتماعي فقط من اجل مساله واحده لا غير اساسيه من اجل ترسيخ هذه الملكيه. اما اذا قدموا شيء للناس بسبب جوع او اضطرابات فهي ليست بهدف تقديم مساعده للناس انما بهدف يعني ان يتكفون شرهم وان يحافظون على ولائهم وصمتهم وخنوعهم. وهذا طبعا الى سياسه اخرى مختلفه تماما. هذا كله بالتالي ينتج ان دائما مجتمعات مضطربه متحاربه فيما بينها، يعني السلطه في جانب، الحكام في جانب، والمجتمع الجماعات تاكل بعضها بعضا. وعندما نراقب تاريخ العربي الاسلامي او حتى الشرق عموما يعني من ايام سومر وبابل هذا ومصر موجوده هاي الحاله، دائما المجتمعات مضطربه تاكل بعضها بعضا واحيانا تصعد تاكل السلطه نفسها. وهذا هو بسبب هذا يعني آلية القمع المستمرة اللي عبر عنها الدين الإسلامي في الألف سنة التي مضت. الدين الإسلامي هو نتيجة العنف، عندي حلقة أن العنف الدين هو نتيجة العنف وليس العنف نتيجة الدين، هو مجرد وسيلة يعني وسيلة تمرير هذا الوحش العنف الموجود داخل النفس الإنسانية، ومجرد اخفاء صوره لطيفه على هذه الوسيله لا اكثر ولا اقل. هذا خلينا نستنتج لماذا نحن متخلفون الى هذا الحد، لماذا نحن لا نكاد نقدم شيئا لا لانفسنا ولا للعالم، لا نكاد نصنع اي شيء، لا نكاد ننتج اي فكر، لا نكاد ننتج اي معرفه. واذا حصل في الفتره القرن يعني هاي الخمسين او الستين سنه الماضيه ظهروا مبدعين، ظهروا كتاب، مثقفين، مفكرين، لكن بل جرى قمعهم بالشدة. والآن نكاد نعود صحراء مجدبة في عطائها وفي إبداعها. لماذا؟ لأنه هو هاي السلطة القمعية هذا واجبها، إنه هي بطبيعتها غير منتجة، هي بطبيعتها ما تستطيع أن تعيش إلا على حساب المجتمع المقموع اللي تتحكم به. وهذا هو اللي يولد دائما المقاومة المستمرة كما قلت. وحصل فعلا عبر التاريخ اضطرابات لا أول لها ولا آخر، هاي حتى العشر سنوات هاي الأخيرة يكفي تجوش الآن ما زالت الصراعات في سوريا، في ليبيا، في اليمن، داعش في العراق وسوريا، وموجودة في أفغانستان، في باكستان، بعد ذكروني الصراعات موجودة بسبب لأنه هذا الضغط الهائل على الناس. فالسلطة العربية بالتالي الإسلامية هي سلطة لا تملك أمر البشر فقط، بل تملك أمر الإله الآلهة والسماء والطارق أيضا. فيما إذا جينا قارناها مع السلطة الحديثة فهذه السلطة الحديثة هي نتاج مخططات استراتيجية، وهاي المخططات يشترك فيها الجميع وبطريقة ديمقراطية. صحيح بها إشكالات كثيرة، لكن عموما السيستم الذي ينظم هاي العملية ليس سيستم اعتباطي وليس سيستم موجه ومستقطب لصالح فئة محددة لا يمكن المساس بمصالحها وبدينها الذي ابتكرته بنفسها. يعني هي تدعي أنها حريصة على الدين أو أنها هي حارسة لهذا الدين، لكن بالحقيقة هي التي صنعت هذا الدين وعادت ثم بعد ذلك تدعي بأنها هي التي تحرس هذا الدين. بالضبط كما يتهمون الناس البسطاء بالجهل، لكن هو من أنتج الجهل؟ هم أنتجوا، بعد ذلك يتهمون الناس بالجهل وأنهم بحاجة إلى الوصاية. فأنت تخلق المرض وبعد ذلك تدعي العلاج. وهنا الفرق بين المجتمع الديمقراطي والمجتمع المجتمع الاستبدادي اللي بأشكاله الدكتاتورية والدينية، لأنه هو مستمر إما دكتاتور ديني أو دكتاتور أو استبداد عسكري أو خلافة. الخلافة هي شنو؟ مؤسسة استبدادية دكتاتورية، بل ألعن من الدكتاتورية. لكن هذا الفرق بين المجتمع الديمقراطي اللي ما ينتخب بس حكامه، يعني هو فقط ينتخب الحكام مالته، إنما هو يشارك في صناعة السلطة أيضا. وهذه السلطة لا وجود لها بدون هذا بدون مشاركة الناس. معنى المعاني الناس هي التي تصنع دينها. شوفوا
هاي القضية الخطيرة اللي ما جاي ندركها وما جاي نعرف أن الدين هو ما هو الدين. عندما نعود إلى تعريف الدين نشوف أن الناس هم الذين ينتجون أخلاقهم، ينتجون دينهم، والدين هو النظام الذي يربط بين الناس. يعني هو كما فوكو فرق بين الضبط الاجتماعي والربط الاجتماعي ومسألة المراقبة والمعاقبة الاجتماعية في كتابة. فأنت عندما تجي تراقب أنه شوف أنه الآن المجتمعات لم تعد تعمل وفق مفهوم الضبط الاجتماعي القديم الكلاسيكي. يعني السياسة بالنسبة للعالم العربي هي سياسة الحمير، سياسة البغال والجياد، وليست هي مجال للعمل الذاتي الحر وفتح فضاءات لكل الإمكانات ومجرد عملية إدارة. يعني بوليس، البوليس بالمعنى اليوناني أنه مو أنه تقود الحمير، لا، البوليس يعني إدارة شؤون المدينة، وهذا المعنى السياسة الحقيقي. السياسة عندنا يجب أن لا نقول سياسة، عبارة مهينة، ولا نقول هذا السياسي اصلا. انا اعتبره يعني اضحك من اقول هذا السياسي، شو يعني هذا واحد يسوق الحمير صراحه. فانا شنو سياسته يعني؟ ما يعني لا نحتاج سياسيه، لا، لانه ما عندنا حمير، ليش نصنع حمير؟ انت عندما يكون لدينا سياسي معناته يجب ان نصنع الحمير، وهذا اللي حاصل بالضبط. نحن نصنع رعايا، اي مجتمعات منضبطه اجتماعيا، يعني نصنع اسطبلات، وليس مؤسس لدينا مؤسسات، لكن في الحقيقة لدينا اسطبلات وحكام. حتى ما أطول الكلام، حتى أختصر، أقول بأن احنا لابد أن نعترف بأننا مجتمعات لا تنطبق عليها حتى مفهوم السلطة لدى فوكو، بل حتى مفهوم العقد الاجتماعي، لأننا أصلا لا، ليست لدينا قدرة على أن نؤلف مجتمع. يعني وليس أننا احنا لسنا مجتمعات ولم نتألف على قدرة تسمح لنا بأن نؤلف مجتمعات. وكيف تؤلف مجتمع وانت تعتبرون ذلك اثنان، اما كافر او كيف لا يمكن صناعة مجتمع. يعني انت من اللحظة الاولى، والمسلم نفسه هو مستسلم، يعني مو فقط انه انت المسلم هو هناك مسلم وكافر، لا، هو المسلم نفسه يجب ان يكون مستسلم. يعني المشكلة مركبة، يعني داخل المسلم نفسه، ولو افترضنا العالم كله مسلمين او الجماعة كلها مسلمين، ايضا هذا المسلم لازم يستمر عمليات الضبط عليه، عمليات التدجين المستمر عليه، يعني متتواصل لا تتوقف. ويصير الانتاج الوحيد هو الدورة الانتاجية فقط، استمرار عملية السيطرة والهيمنة على الناس والتحكم بهم، ومجرد متابعة من يخرج على القطيع أو يخرج على الجماعة أو يحدث الفتن. فيصير المهمة الحياة بأكملها، وواجب يعني واجب الإنسان أن يعيش ضمن هذا المناخ على طريقة الداعشية مثلا. كما يبدو احنا اقرب الناس الى مفهوم راح من بالي الانجليزي، عنده مفهوم انه الدوله الغول، يعني ما زلنا لا نعمل ضمن مفهوم الدوله المضبطه، الدوله اللي تقوم بوظيفه الدوله وليس وظيفه الهيمنه على الناس واستبداد بهم، يعني وليس المجتمع الذي او الجماعه التي يحكمها العقد الالهي وليس العقد الاجتماعي. احنا ما زلنا نعمل وفق العقد الالهي، ويصرح بوجهك الملايين مجرد أن تقول لا، نحن لا لسنا بحاجة للعقد الإلهي، نحن بحاجة إلى العقد الاجتماعي على الأقل، والذي هو لم يعد صالحا للتطبيق في مجتمعات الحديثة المعاصرة لنا. وهذا العقد الإلهي كما هو معروف يعني له علاقة بالبدائية. العقد الإلهي شنو هو؟ عندما نجي نتأمل ونفحص بالأدوات الأنثروبولوجية، العلماء الأنثروبولوجية، نجد أنه عقد قبلي. يعني عندما نحلل تركيبة الدين والتوحيدية نجد أن تركيبة قبلية عشائرية، وترجع تعود بنا إلى بريميتيف الناس البدائيين. وهذا كما قلت أنا أكثر مرة أنه الدين هو أقصى درجة لا يمكن أن يتطور بعد، يعني هو يقفل. لا سبب شو الدين عندنا حاشر، ما لا هو يقدر ينسحب ولا هو يقدر يبقى، يعني هو حاشر ما يعرف شو يسوي. الفكرة الحاشرة أيضا في رؤوسنا، في رؤوس مجتمعاتنا، في اللاوعي الجمعي، فحاشرين إحنا، لا نعرف نروح للمستقبل ولا نعرف نعيش مع بعض ولا نعرف نرجع للماضي، بسبب أنه هذا ظل الدين راكس علينا وراكبنا، كما راكب ذكر فيلم كرتون السندباد، هذا علي بابا يصعد على كتاف السندباد، وقصة الشيخ اللي يظل متمسك على كتاف سندباد وضال، يعني ضال أيام وشهور بهاي الحالة. فأنا هاي نفس الحالة، شعوبنا كلها يعني تحت بين قبضتي كائن خرافي
غيبي ما تعرف شنو هو، هو لا هو نبي لا هو غول لا هو شيطان لا هو إله. أنا يعني الصورة العامة بداخل الناس بسبب هذا الضبط الاجتماعي وعمليات القمع المستمرة بحق الجميع. وهذا العقد، العقد القبلي هو أما تروح على اليهود تلقاهم يعني عقد بني لاوي، هو هؤلاء نسل داود عائلي يعني، وأيضا تيجي على قريش أما نسل قريش عند السنة أو نسل بني هاشم عند الشيعة. هذا عقد قبلي بدائي صرف صرف. هذا اللي خلى المجتمع أو المجتمع أو مشروع المجتمع العربي أو الإسلامي هو مشروع للعبد الصالح، العبد الأبدي الصالح للسلطة الحاكمة وليس الأنظمة. هسه على الأقل الأنظمة ما عندنا أنظمة، إحنا أكو غلط عندما يقال الأنظمة العربية، إحنا السلطات العربية الاستبدادية العربية، لأنه سبب بسيط، لأنه النظام ما موجود في العقلية التراثية. افحص كتب الدين كلها ما لا تجد كلمة نظام، سيستم معنى سيستم، سيستم معنى الإنجليزي ماله المصطلح يجب أن يفهم. ما عندنا وقت لشرح هذا الموضوع. هذه السلطة ما لا تفعل، ما عندها عمل يعني، هي تقتات على الناس وتطالب فقط بعبادتها المطلقة من قبل الرعاية أو الرعية، هي الراعي وهذا اللي قاعدين عايشين يعني، ناس عايشين بالإسطبل مقيمين في الحظيرة الخاصة بهذه السلطة، وهي هم أملاكها، هاي أملاكها الخاصة، ضمنها أملاكها أيضا الدين بأكمله هو ضمن أملاكها، قرآنا وسنة ونبيا ووحيا وكل شيء وتاريخا وكل شيء. وهؤلاء لديهم الحق أن يفعلوا ما يشاءون وبالناس وبكل شيء، وواجب الوحيد للآخرين هم أن يطيعوا ويطيعوا فقط. هذا طبعا كما نرى تطلب عبر التاريخ دائما اختراع الدين خاص بكل سلطة حاكمة يسمى الإسلام، وله نظام خاص ولغة خاصة، لكن هو بالحقيقة كله بالداخل أكو أشياء أخرى مختلفة. هذا النظام الديني يفرض نظام الضبط والربط بين أبناء الرعية، وبما يشرع عن عمليات القتل والابتزاز والإكراه والسلب والنهب، وهذا كله اللي يخلينا نفرق، يوضح لنا الفرق بين مفهوم السلطة لدى فوكو ومفهوم أو منطق السياسة العربية الإسلامية، السلطة العربية الإسلامية المشغولة فقط بسوس القطيع أو سياسة القطيع من برجها العاجي ومن أجل خدمة مصالحها الخاصة. أما منطق السياسة الحقيقي البوليتيك الحقيقي بالمجتمعات الديمقراطية الليبرالية المعاصرة، فهذا هي المنطق الذي ينشغل في جعل السياسة عمل يجري بمشاركة الكل الاجتماعي وبما يخدم المجتمع ككل، وهذا الأمر ما موجود فيما يسمى مجتمعاتنا واللي بالأحرى هي جماعاتنا. شكرا جزيلا وأسف لطالة، مع السلامة.